قاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وبمشاركة أنجال سموه الكرام سمو الشيخ شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة. قاد الفرسان في سباق الأنجال العائلي لمسافة 20 كيلومترا ضمن بطولة سموه للقدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية، بمشاركة واسعة من الفرسان الصغار وعوائلهم. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على المشاركة في سباق الأنجال العائلي لتشجيع وكسب الأنجال الخبرات الواسعة في ظل الحنكة التي يتمتع بها سموه في رياضة القدرة. وبهذه المناسبة أكد سموه أن تنظيم سباق للأنجال وعوائلهم يهدف إلى نشر ثقافة رياضة القدرة في نفوسهم وتشجيعهم على المواصلة في المشاركة في سباقات القدرة لكسب وجوه شابة تكون مستقبلا لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن حرص سموه على دعم الأنجال لمشاركاتهم في سباقات القدرة والحرص على توجيههم وزرع حب هذه الرياضة في نفوسهم، مبينا أن المشاركة الواسعة مبعث للتفاؤل، وتؤكد أن رياضة القدرة ينتظرها مستقبل زاهر برؤية وجوه شابة في البطولات المقبلة. وبعد ختام السباق كرم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنجال سموه الكرام بعد اجتياز السباق بنجاح، كما جرى تكريم كافة المشاركين في سباق الأنجال. سمو الشيخ ناصر بلا شك فرحة لا توصف، الأنجال المستقبل إن شاء الله يعني ما في شك. يعني تعرفنا قبل أنا كنت ابن هالمجتمع، وصلت إلى مرحلة صرت أخو هذا المجتمع. الحين أعتقد أنا في مرحلة أحس مسؤولية أني أخو وأب لهذا المجتمع، فالدور اللي أنا أحس أني أنا أب لهم بقوم بما أستطيع عليه من قدرة أني أنمي طاقاتهم وندعمهم باللي نقدر عليه، وفي نفس الوقت نربي هذا المجتمع، نربيهم على حسن التعاون وروح الفريق الواحد والمنافسة والتعب في نفس الوقت، لأن ما في شيء بالسهل. فهذا مثال بسيط اليوم إن احنا نشجع الأبناء اللي موجودين اليوم معانا في اللي هو يسمونها الفاميلي ولا الشيلدرنز رايد. أنا فضلت أني أكون ويا عيالي، ركبت وياهم اليوم 20 كيلو وعطيناهم بعض العادات وتقاليد سباقات القدرة، لازم نذوقهم شوي السطل الماي، ولكن ما شاء الله عليهم ما ينخاف عليهم، يعني أبطال الحقيقة. طول العمر يكون لهم الشرف، الله يسلمك، لناصر بن حمد أبوهم الله يسلمك. شلون ناصر بن حمد يشوف قيادة العيال والأنجال في سباقات القدرة؟ مهم ان احنا نبتدي من الاساسات، يعني لازم احد فينا دائما يفكر في الاساسات، في المبادئ وتعليم الصغار واستثمار الوقت فيهم يسوى في المستقبل. فما في شك ان احنا يعني
نمشي على خطى سيدي جلالة الملك الله يطول عمره في تربيته لنا، فاحنا تعلمنا منه دروس نطبق جزء منه على عيالنا. والعمر تسمح لنا بس ناخذ راي الشيخ هشيمة في هالركوب اليوم، يعني ايش رايك؟ ما كان وايد صعب بس تعبت شويه، وكان وايد حار بس اي كان وايد حلو. يسوى ولا لا؟ يسوى؟ إيه نعم. أنا سألت الوالد سؤال قبل 20 سنة، قلت لك أنت تحب تكون فارس، وحين أكرر السؤال ليش طويلة العمر يعني؟ إيه نعم.